مذيعة في التلفزيون اسمها شيماء جمال، قوات الأمن لقيتها جثة مدفونة في مزرعة في قرية أبو صير بمركز البدرشين بعد 20 يوم من بلاغ أهلها بتغيبها. التحريات أثبتت إنه اللي قتلها مستشار في مجلس الدولة. إيه السر اللي خلى المستشار يقتل المذيعة شيماء جمال؟ وإيه هي علاقتها بيه؟ في الفيديو ده هنعرف كل حاجة. شيماء جمال هي مذيعة بتقدم برنامج اسمه المشاغبة على قناة خاصة اسمها LTC. من 20 يوم اختفت ومحدش عارف عنها أي حاجة، واللي بلغ عن اختفائها مستشار في مجلس الدولة. فالشرطة عملت التحريات بتاعتها واتضح ان المذيعة شيماء جمال متجوزة من المستشار من ورا زوجته الأولى وعايشة معاه في فيلا في المنصورية. اتجوزها لمدة 3 سنين عرفي وبعد كده 5 سنين رسمي، وساعدها كتير في حياتها العملية. بس بعد كده حصل خلاف بين المستشار والمذيعة شيماء جمال، فهددته انها هتقول على جوازهم لزوجته الاولى، فضربها على دماغها بآلة حادة لحد ما ماتت ودفنها في مزرعة في قرية ابو صير بمركز البدرشين. وعلشان مفيش جريمة كاملة، كان في شاهد بلغ الشرطة باللي حصل، واترفعت الحصانة عن المستشار واتقبض عليه.